كولاك. عمري 20 سنة. أنا طالبة في السنة الثالثة في قسم اللغات في جامعة نجم الدين أربكان. تأسس علم اللغات عام 2010. يشبه قسم علم اللغات التدقيق العلمي من وجهة النظر. يدرب علم اللغة الأفراد المبدعين الذين يدركون التفاعل بين اللغة والفكر، والذين يقومون بالبحث النظري والعلمي. الغرض الرئيسي من علم اللغات هو تنظيم الدراسات في المجتمع الأكاديمي الوطني والدولي من خلال إجراء بحث مكثف. مجال دراسة اللغات على الشكل التالي: كيف تم ترميز اللغة، وكيف تعمل اللغة، وكيف يتم تعلم اللغات الأخرى. يتكون علم اللغة من مجالين: الكلي والجزئي. في السنة الأولى والثانية يتم تقديم دروس تتعلق في المجال الجزئي. في السنوات الأخرى يتم تقديم دروس تتعلق في المجال الكلي. أمثلة عن دروس المجال الجزئي: النحو والصرف والفهم. أما في المجال الكلي فهو يدور حول علم اللغة النفسي ولغة النص وعلم القيم. لدينا ورشة عمل واحدة تحت اسم تقنيات المعلومات الأساسية التابعة لقسمنا. للحديث عن نظام التدريب لدينا، فنحن لدينا تدريب ولكن ليس تدريبا إلزاميا. يحق للطلاب الذين يجتازون دورة تدريس اللغة التركية كلغة أجنبية في الفصل الدراسي الأول من السنة الثالثة الحصول على تدريب في الفصل الدراسي الثاني، ولكن كما قلت هو ليس تدريبا إلزاميا. أجل مشاريع التخرج نقوم بإعداد أطروحة التخرج. يكتب الطلاب أطروحة في نهاية العام في مجال اهتمامهم. يمكن لخريجي القسم العمل في المؤسسات العامة والخاصة. يمكنهم العمل كمحاضرين في المؤسسات الرئيسية والجامعات ومراكز البحوث اللغوية. إضافة إلى ذلك يمكنهم العمل كمساعدين باحثين في الكليات ذات الصلة في المؤسسات العامة والخاصة. يدور النشر ويمكنهم التدريس والترجمة الشفوية والمكتوبة والإعلام. اخترت القسم الذي أعمل فيه لأنه قائم على البحث والقراءة. صعدت جامعتنا إلى المرتبة الثامنة بين جامعات العالم، وحصل 13 من الأكاديميين لدينا على جائزة أنجح العلماء. لهذا السبب اخترت جامعتنا. إن الفرصة التي استفدت منها أكثر أثناء الدراسة في هذا القسم هي بالتأكيد الطاقم التدريسي الذي لدينا، ذلك لأنه لدينا معلمين مجهزين ومثقفين وذو معرفة عالية. بغض النظر عن ذلك لدينا مكتبة وورشة عمل داخل كليتنا. هذه هي الفرص التي استخدمها أكثر من غيرها. بعد التخرج أريد أن أعمل كمساعدة باحثة في الكلية. أوصي الأصدقاء الذين يرغبون في البحث والإنتاج باختيار هذا القسم. جامعة نجم الدين أربكان هي مستقبلك.